سر حثيثاً يا راكباً شذ قمياً زر حسيناً في كربلاء العليا فإذا نار طور لمعت فاخلع فثم الحضيرة القدسية واغتسل في الفرات والبس قميص الحزن وانثر دموعك الدموية ثم سر وقهونا وقارب المشي فخطوة بحجة نبوية وإذا وصلت للضريح فسلم ثم زره الزيارة الوارثية ثم صح باكيا كما صاح قدما جابر حين زار وابن عطية قل حبيبي حسين هنيئا لكم مشتاقين لزيارة الحسين وصلت إلى كربلاء بقلوبكم ها قل حبيبي حسين يا بضعة الهادي ومهجة البتول الزكية أنا أدعوك لا تجيب وأنا بعد رض العظام بالأعوجية أنا أدعوك يا حسين وأنا بعد رفع الكريم بالسمهرية ليت عين النبي تنظر ماذا فعلت بالكريم آل أمية رفعته على السنان مثل ما وصلك جابر اجيتك والقلب مفطور اريد اتعفر بقبرك وزور زيارة العاشور وصيحا آه يا مولاي يا وتر الله الموتور يا وارث رسول الله وارث جملة الأديان مصابك ما جرى مثله أبد يا سيدي ولا صار صدرك صاب المثلث وجهك صابت الأحجار ومنها سالت دمومك وصرت يا سيدي محتار تاخذ دمك وترميه لربك والقلب لهفه جيتك سيدي من بعيد وقلبي يلتهب حسرة دايم ارتجي هاليوم يوم الادخل الحضرة اصيح والطم براسي آيل من قطر
نحرا وتعفر على قبرك وصيحا آه يا عطشة. يقول أبكي سيدي وانعي من أوصل موضع المنحار، أتذكرك عالغبرة مرمي ودامي معفار، على صدرك شمر جالس وسيف بالنحر هبار. يلا صرخ لك كربلة قطع يا سيدي راسك وشال عالي فوق سنا. بالأربعين الناس تقصد للحسين، بالملايين اش كثر مشاية، وانا وياهم بعد ودي اروح امشي وياهم وبيد الراية، قلبي متلهف انا اوصل حسين والزم السباك وابكي مصيبته، شنه ذنبي انا يا رب اش جنيت حتى تحرمني السنة من زيارتك. ودي يا مظلوم زورك والدمع مني تجارة، لكن اسمي ما تسجل هالسنة وش هالخسارة. يا من ابكي من اذكر اسمه وبحياتي انت كل شي، ودي يا مظلوم ازورك من قبل ما يشيلون عشي. قولها ودي احمل بدراية ويا هالمشاية امشي، لكن اسمي ما تسجل سجل هالسنة بهاي الزيارة. ودي يقول قلبي متلهف اتمنى بس لأرض الطف أسافر، امشي واسمعها خدامك تقلي تفضل يا زار. الله أكبر، هي زيارة زيارتك يا أبا عبد الله. لو عرف الناس ما في زيارته لماتوا شوقا إلى زيارته. هذا التون شيعة والتون ما تدروا شنه الفضل الذي جعله الله في الزيارة، وقلوبكم متقطعة، وفي كل عام تبذلون الغالي والنفيس من أجل ماذا؟ من أجل أن تكتبون زوارا في سجل الحسين. أي فضل وأي زيارة هي زيارة الحسين عليه السلام. تقول الروايات إذا ما أراد الإنسان أن يخرج إلى زيارة الحسين، ما خرج فقط هم بالخروج، وكل الله له 1000 ملك يحفظونه، 1000 عن يمينه، 1000 عن شماله، 1000 من أمامه، 1000 من خلفه، من فوقه ومن تحته، كلهم يستغفرون ويسبحون ويقدسون، وثواب ذلك إلى زائر الحسين عليه السلام. بعد تقول الروايات زيارة الحسين امتازت بأن لها الجامعية إلى جميع العبادات،
يعني الإنسان إذا أراد كل عبادة فعليه أن يتجه إلى زيارة الحسين عليه السلام. إذا أردت الصلاة تقول الروايات وكل الله 70,000 ملك يصلون عند قبر الحسين عليه السلام، وصلاتهم تعادل صلاة 1,000 وصلاتهم تعادل صلاة 70,000 آدمي. كل هذه الصلوات تهدى إلى زائر الحسين عليه السلام. يا ليتنا نمشي إليك يا أبا عبد الله، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله. خاطب خاطب الحسين الليلة، بلغ باشتياقك الليلة، قل له قل لها ما جيتك أزورك، اسمي مو مكتوب، سامحني يا ابو اليمة وحللني، كل يوم أدعي ربي في وقت الغروب بزوار 40ك بهالله سجل. يلا وين المشتاقين إلى الزيارة؟ خلي يقرأ وياي هلابياتها. مشتاق أنا اليوم لزيارة المظلوم، ليش السنة محروم؟ يا ناس خبروني، أرد أوصل بهمة لسباك أبو اليمة، وأقرأ النعية وأصيح وأسوني. يلا قولها. مشتاق أزور حسين ودمعي على الخدين، وامشي مع الماشين وارحل بضعوني. بعد إذا خلص من زيارة الحسين وين تتوجه زاير؟ يقول محلى السعي بين الحسين وبين عباس، تدخل على كافل الحارة منكس الراس، وتصرخ سلام الله على صاحب النماس، راعي اللي وساقي عطاش الغاضري، ما يصير أدخل لك ولا أذكر لك خواتك، والله يا ابو الغيرات حيرني صفاتك، تحضر إلى الينخاك حتى في مماتك، واختك تنخي كانت وراحت سبية. عباس يا عالي المنارة وعالي الهام، بشكي لك الكوفة وحال النسا وليتام، وبدخي وبشكي لك دخول الوديعة بلدة الشام. تقول الروايات خرجت الشام رجالا ونساء، صغارا وكبارا، الكل يتفرج على بنات رسول الله. تقول الرواية التفتت زينب إلى الشمر، قالت له يا شمر لي إليك حاجة،
قال لها ما حاجتك؟ قالت خذ هذا الرأس بعيدا عن المحامل وامشي بنا في طرق قليلة النظار، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. يقول الرواية قام الشمر نصب راس الحسين عند محمل زينب وصار يمر بها في الأسواق وفي الطرق الممتلئة بالنار. تقول الرواية مر بها على أحياء أهل الشام، فخرج الشاميون وفي يدهم أعواد من النار، صاروا يرمونها على بنات الحسين اللي ما عنده أعواد نيران، صار يأخذ الماء في الطيش ويسكبه على بناته. ما اكتفى بذلك، مر بهم على أحياء اليهود والنصارى، صار ينادي هذه بنات من رمل نساءكم وأيتم أطفالكم. خرج الناس على سطوحهم وصاروا يرشقونهم بالحجارة. ثم أوقفوهم على درج القصر الأموي لأن في ذلك المكان تباع العبيد والجواري. أقبل مخفر بن ثعلب وفي يده حبل أسود متين يريد أن يقيد بنات الحسين. قال زين العابدين كفى ما نال عماتي من الذول، إن كان كلا ولا بد أن أقيدهن بالحبال. أخذ الحبال من يده صار يدور على أعناق العلويات واحدة واحدة، وصل إلى زينب ما كلمها، نزلت رأسها قالت أنا عقب عيون خوت حسين والعباس طاوعت الزمان ونكست الرأس. وينك عني يا عباس وتنظر حالتي بالعين، منكسر راس برض الشام ودمعي يجري بالخدين، بقيدوني بحبل واغلال ضيعني اخويا حسين. البيت هالبيت قاسي ما أقرأ إلا وما الليلة الأربعين. ها قالت أخاف يزيد يا أخويا يوقفني بديوانه وينادي نظر والزينب وأخويا يكسر أسنانه ويشيل الراس بيمينه ولو حق بال نسوانه ويشيل الراس بيمينه ولو حق بال نسوانه وذب على الثرى ويدوس راس الاخو ابن علينا. سامحني سامحني ليلة ألم ليلة مصيبة. تقول الرواية أمر اللعين بإدخال النساء ثم أمر بإجلاسهم خلف ظهره ووضع الرأس في طشت من ذهب بجواره. تقول سكينة بنت الحسين بينما نحن كذلك وإذا بي أسمع صوت تكسر شيء. تقول رفعت رأسي أريد أن أنظر ماذا يفعل وإذا بها تنادي عم زينب عم زينب هذا يزيد ينكت ثنايا الحسين. قالت أتمنى يا بن سفيان سبع القنطرة موجود ويشوفك تحاجيني
وتضرب راس أخويا بعود لكن بطل ويل عليه طاح على الثرى ممدود تقل اسمي وهند محجوبة وانا بمجلسك حسرة وابويا اللي يحامل جار وامي فاطمة الزهرة وين اللي يوصل العباس هذا اليوم ويخبره يصرخ يا سبع القمطرة زينب خذوها ميسرة بمجلس يزيد محيرة ثم أمر اللعين بإرسال الحريم إلى المدينة قال الحادي هنالك مفترق طريق طريق يوصل إلى كربلاء طريق يوصل إلى المدينة وإذا بالصوت من المحامل خذوا بنا إلى قبر الحسين وأما جابر فقد وصل إلى كربلاء نادى يا عطية خذني إلى النهر نزل جابر إلى النهر واغتسل وأخرج صرة فيها سعد ونثرها على جسده ثم قال ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر ثم قال يا عطية خذ بي إلى قبر حبيبي الحسين صار جابر يمشي إلى قبر الحسين ما خطى خطوة إلا وقد ذكر الله عز وجل لما أن وصل نادى يا جاي نادى يا عطية المسني المسته فخر جابر مغشا عليه أفاق من غشوته صار ينادي حبيبي حسين حبيبي حسين حبيب لا يجيب حبيبه وأنى لك والجواب وقد فرق بين راسك وجسدك بينما هم كذلك وإذا بسواد من ناحية الشام قال اذهب واستعلم الخبر ذهب الغلام ما أسرع أن عاد وإذا به ينادي يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله هذا زين العابدين جاء ليجدد العهد بزيارة الحسين قام جابر واستقبله احتضنه الإمام إلى صدره صار يمشي به في بيداء كربلاء يا جابر ها هنا حرقت خيامنا يا جابر ها هنا سلبت نساؤنا يا جابر ها هنا قتلت رجالنا ها هنا خر أبي الحسين من ظهر الفرس مشى به خطوات نادى عم يا جابر ها هنا صعد الشمر على صدر الحسين وإذا بالصوت من المحمل يا نازلين بكربلاء هل عندك خبر بقتلانا وما أعلامها محال جثة ميت في أرضكم بقي الثلاثة لا يزار مقامها جيتك يا راضي الغاضرية وكل يالام من بعد ما شفت الهضم والضيم في الشف
جيتك يا راضي كربلاء ورممتوني من بعد عزي بالمجالس وقفوني يا ريت قبل الشام من انعمت عيني ولا صير فرجة ينظروها الخاص والعه جيتك يا راضي كربلاء والراس جبته لكن أسنان مكسرة ومهشومة شفته فتحي ضريح حسين بارك بعلى جثته يمكن يحاكيني وسكت لي هليته كل خافي من ينظرنا يرضي الغاضرية ويشوف في الأيتام مفقودة بنية يقل لي يا زينب وين وديتي راسك يا خويا تحيرت بي أدفنا ويا جسمك لو أخلي لو أخذ الجدك وراوي تقل جيتك يا خويا فاقد الراية ومن الرعب تتراجف عضاي جيتك وجبت الراس وياي لكن تدري شنو هو أول شكاية شكتها زينب يوم اللي وصلت إلى قبر الحسين يقولوا أول شكوى شكتها هذه الشكوى صاحت يا حسين خبرك راح لحجاب والله لحجاب لحجاب ونمنا بخرابة فوق التراب تقل أخويا خيال الجان ما ينشاف شافه وصوت الجان ما ينسمع سمعه سبوا الزكية وبويا شتمه قالت زينب خذوا بنا إلى قبر كفيلنا مشتاقة إلى أبو فاضل الحورة مشتاقة إلى العباس يقولوا وصلت إلى قبره قعدت على القبر تخيلها وحاطتها النسوان من كل جهة واللهي تنادي تقل لأخويا خليني أسولف خويا خليني وأسولف لك بعد موقف مذيني إجا واحد يا أبو الغيرة سطر عيني وصارت عين زينب مثل عين أمها تقل لأخويا الشمر والله ضربني شوف من الضرب مسود متني كل ما انت خبويا شتمني وصوت على المتن صاعد ونازل يا عباس يا راعي الراية صرنا بعد عينك سبايا استرني برايتك سلب العباية تدفن الراية
إلا عند مرقده. تقول خويا لو حرمة وغريبة ومشت وياك ما حد كفو يذلها يا خويا وهي بحماك وانا تخليني غريبة بولية اعداك باكر أريد لأرض الوطن شاقول لم الزهراء ما أقدر أقلها مدللتش قطعة ويا يما نحرق.